السلام عليكم البنات، كي دايره؟ صباح الخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا دائما في افضل حال. مرحبا بكم معايا في القناه. الا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ديالي فما تنسيش انك تدعميني بلايك وكذلك تشتركي معي في القناه، وما تنسيش انك تفعلي الجرس باش اي حاجه حطيتها في القناه ديك الساعه ان شاء الله توصلك. فكما كيبان لكم الوصفه ديال اليوم ان شاء الله وصفه رائعه، وصفه اكثر من رائعه. هذه وصفه رائعه للعقم، يعني اللي استعملوها الناس اللي عندهم العقم، يعني العقم اللي تيبقى واحد الفتره، بحال مثلا كيبقى 10 سنين عاد باش الواحد يمكن ليه يحمل، او يبقى 5 سنين او يبقى 6 سنين عاد باش يحمل. حيت كاين بعض السيدات يعني من بعد الزواج، من بعد الزواج يعني 12 عام من بعد الزواج عاد باش حملوا، وكاينه واحد السيده كذلك من بعد 10 سنين، من بعد 15 عام. ف هاد السيده هذه اللي استعملت هذه الوصفه هذه يعني جلست تقريبا 10 سنين، وهي يعني من تزوجات 10 سنين وما يعني ما عطاهاش الله الاولاد، فدرت هذه الوصفه هذه. فكما قلت لكم كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وحنا ما علينا الا نديرو السبب. كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. حاولوا كذلك انكم البنات تستغفروا، فالاستغفار رائع كذلك. وبطبيعه الحال يعني الوصفات منين نديروا شي وصفه نديروا النيه ديالنا ان الله هو اللي غادي يرزقنا والله هو اللي غادي يعطينا. فكما كيبان لكم هنايا المكونات ديال هذه الوصفه هذه، عندي القرنفل كما كيبان لكم على هذا الشكل. هذا القرنفل، فالقرنفل المعروف عليه انه رائع، يعني كيسخن لنا الرحم، يعني منين كنتناولوه فهو يعني رائع كيسخن لنا الرحم، وكذلك رائع حتى اللي عنده ضعف، يعني الرجال اللي كيكون عندهم ضعف الجنسي فكذلك استعملوا القرنفل فهو رائع واكثر من رائع، وكذلك رائع للعقم و للحمل السريع ان شاء الله. فهو كيقوم بتسخين الرحم يعني، يعني الرحم للحمل. فكما كيبان لكم هنا عندي القرنفل اللي هو المسمار، وكذلك عندي الحليب. الحليب خاصو يكون يعني مغلي، ناخذ الحليب ونغليه يعني نديرو في، مهم يكون غالي مغلي يكون سخون الحليب. وغادي ناخذ هنايا، غادي ناخذ هنا واحد الكميه ديال كما كيبان لكم ديال القرنفل، يعني ما ناخذوش بزاف، غير واحد الكميه يعني ماشي بزاف، شويه وصافي كما كيبان لكم. يعني نقدر نديرو شي 10 حبات ولا 9 حبات اللي غادي ناخذو، وغادي نديروهم 10 حبات تقريبا حتى ل 9 حبات. انا هنا درت 10 حبات صافي، وغادي نخليهم حتى يطلق، نخليهم في هذا الحليب المغلي حتى يطلق لينا مزيان. مني ان شاء الله يطلق غادي نشربوا هذه الوصفه هذه في الليل، يعني نشربوها، يعني نخليو نشربوها بالليل بعد الدوره الشهريه. مثلا اليوم يعني سالت منك الدوره واستحميتي، بالليل كتشربي هذه الوصفه هذه، كتشربيها 3 ديال الايام بعد الدوره الشهريه، يوم الاول يوم الثاني واليوم الثالث. فكما قلت لكم ان القرنفل سخون، فمن يعني مني تديروا حاولوا انكم يعني ما يضربكمش البرد، ولا يعني تمشيو بزاف في الحفه، حاولوا انكم تدفيو راسكم مني تشربوا هذه الوصفه هذه. وبطبيعه الحال يعني يكون ديك الايام يكون ان شاء الله الجمع ما بين الازواج ديالكم. فوصفه رائعه ان شاء الله، وصفه كما قلت لكم فهي يعني السبب اللي حملت بها يعني واحد يعني سيدة بعد 10 سنين من الزواج. وصفة رائعة، وصفة ان شاء الله اكثر من رائعة وغادي تعجبكم، غير استعملوها. وكما قلت لكم حتى الرجال اللي عندهم ضعف ديال الجنسي استعملوها، وكذلك اللي رائعة حتى للعقم وللحمل السريع. فان شاء الله هذه هي وصفة اليوم اللي حبيت نشاركها معكم، فكنتمنى ان شاء الله انها تكون يعني نالت الاعجاب ديالكم. فما تنسونيش بلايك وجيم وكذلك الاشتراك معي في القناة، والى اللقاء الى وصفة اخرى ان شاء الله او فيديو اخر. سلام عليكم.